صدر الدياي صحنين، واحد فيهم فيه بقسماط فانكو مع جبنة برمزان، حط وايد عادي، بقدونس مجفف وخلط. بالصحن الثاني راح اكسر البيض مع ملح وفلفل فص ثوم طيح وبقدونس فرش معاهم، قلبهم بالبيض بالبقسماط مرة ثانية بالبيض، سخن لي زيت واحطها فيه، قلبهم اشيلهم لما ياخذون لون كذي، مرة ثانية زيت، احمس لي نص بصلة، فص واحد ثوم، الطماطم المعلب افرمه اذا ما كان مفروم، واصب فوقهم شوية ملح، فلفل اسود وريحان بودر، نتشة فلفل حار، واقلبهم على نار هادية. حط الصلصة هني واطحنها، بعدين في صحن يدش الفرن، انا مستخدم كاست ايرن، حط الدياي على الويه الاحلى، الويهين حلوين، فوقهم من صلصة الطماط ويا البوفلو تشيز، اخاف تنبط وتطلع ماي، واحطهم في فرن حار وبس، اطلعها من الفرن، ما تغيرت وايد لان الجبن هذا ما يتحمش، وبس بسم الله. لذيذة. مشبع الصدر الواحد.